بسم الله، السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نوجدو كيكة الحامض. لهذا الكيك غادي نحتاجو 4 البيضات بحرارة المطبخ، ساشي خميرة الحلويات 15 غرام، ساشي فاني، كأس مملوء من سكر سنيدة بقياس كأس العنبة، كأس من الزيت النباتية، ربع كأس من الماء البارد، نصف كأس من الحليب، قبسة ملح وحامضة مبشورة والعصير ديالها. وغنحتاجو 3 الكيسان مغربلين من الفورس. وهنا عندي المول اللي غدا ندير فيه الكيك ديالي، دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق. تقدروا تختاروا اي مول بغيتو. بسم الله على بركة الله، غنديرو البيض ديالنا. نقدروا نديرو غير بالدراب اليدوي، غير هي غتاخد لينا شويه الوقت. البيض غنديرو سكر فانيليا، قبسه ملح مبشور حامضه، عصير حامضه، وكاس سكر سنيده. وغادا نخدم عليه الباتور حتى يمتزج ليا جميع العناصر. بعد ما ضربنا البيض وعصير الحامضه قشور حامض السكر والفاني، الان غادي نضيف الزيت تدريجيا بالطريقه. نزيد عليه نصف كأس من الحليب وربع كأس ديال الماء. وفي هذه الأثناء غدا نطفي على المقادير اللي عندي. غادا نخويها هنايا في اناء اللي يكون شويه عريض باش نقدر ندرب معاها لافارين. غادا نضيف لافارين ديالي بشويه بشويه. عندي كيف ما قلت 3 الكؤوس من الفورس مغربل. وفي الأخير 15 غرام خميرة الحلويات. وغنحرك مزيان تدخل ليا الخميرة. صافي، كيك كيجي خفيف بهذه الطريقة. والماء البنات كيساعدو باش كيجينا خفيف ورطب. داكشي علاش كتشوفوني في اي كيك كنضيف الماء. الان غادي نخويه في المول. الان غادي نشعل على الفور ديالي درجه حراره 145 وغادي ندخلو يطيب لمدة 40 دقيقة. أما بالنسبة للفرن الغازي فحنا كنسخنوه، كنخليوه شاعل غير من التحت، وكندخلو الكيكة ديالنا الطيب لمدة 45 دقيقة، منقوس عليها وراه كطيب لينا من الفوق ومن التحت. غادي ندخل الكيكة ديالي الطيب وغنتلاقاو باش نشوفوها في المرحلة النهائية. الكيك ديالي البنات بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوه. لكم الاختيار، ذوقوه
باش ما بغيتو، وبالصحة والراحة، وما تنسوش دعموني على القناة ديالي نجاة الزيانية.